اليوم اجتماع اليوم هو تقييم العمل تاعنا الاقتراحات الاخرى ولكن كذلك اثرائها بالاخرى ومناقشه لماذا لم تقبل بعض الاقتراحات. ممكن نعاود يعني الاقتراح ثاني، ممكن تعديلها، المهم اننا اليوم اجتماع تقييمي للعمل الذي قامت به اللجنة المكونة من القطاعات اللي قلت لك، كل القطاعات الوزارية، من أرباب العمل، من شركاء الاجتماعيين، من المجتمع المدني، للتقييم وإثراء الوثيقة أكثر.